السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس قبل ما أبدأ في أي حاجة أحب أوضح حاجة بسيطة جدا. دي قناة موجودة على اليوتيوب لفتاة من المغرب، اسم القناة ساري سيسيتا إيكونوميست. القناة دي صراحة بتعرض فرص كويسة جدا، وبتتكلم عن مواضيع مهمة جدا زي منح وفرص مختلفة. فياريت انكم تدخلوا للقناة دي وتشوفوا الفيديوهات الخاصة بالمنح الموجودة فيها، وان شاء الله القناة تعجبكم. وهتلاقوا الرابط الخاص بالقناة دي في صندوق الوصف اسفل الفيديو للي حابب يتعرف على القناة اكتر. وطبعا احب كمان اوضح ان احنا دايما بنعرض فرص كتير جدا على القناة بتاعتنا، وده طبعا ودي القناة بتاعتنا. هتلاقوا كل المنح والفرص موجودة هنا، زي منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، دول كتير جدا مختلفة. وكمان اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، ولكن الفرصة دي انتهت يوم 2 ديسمبر 2019، وكانت فرصة شبه ممولة بالكامل بسكن ومميزات كتيرة جدا. وإن شاء الله هيكون في فرص كتيرة جاية هيكون فيها التقديم والقبول حصرا عن طريق قناتنا، فتابعونا عشان توصلكم كل الفرص دي. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن روابط جروباتنا على الواتساب، جروبنا على الفيسبوك، وجميع روابط التقديم الخاصة بالفرصة دي والتفاصيل بتاعتها هتكون موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب، الفرصة بتاعت النهاردة والمنحة بتاعت النهاردة هي منحة ممتازة جدا في دولة من الدول يعني المتقدمة جدا، فهتكون منحة ممتازة للجميع إن شاء الله. هي منحة الحكومة البلجيكية، تمام؟ يبقى المنحة دي تابعة للحكومة وهي منحة حكومية، وطالما منحة حكومية تعرف إنها منحة مميزة جدا، وكمان التمويل بتاعها بيبقى ممتاز يعني. الدولة زي ما قلنا بلجيكا. مستوى الدراسة درجة الماجستير والدورات التدريبية، يعني المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير وفيها بعض الكورسات التدريبية، لكن مش متاحة لدرجة الدكتوراه ولا متاحة لدرجة البكالوريوس، درجة الماجستير فقط والدورة التدريبية. المدة المنحة دي متاحة لمدة سنة واحدة لدرجة الماجستير، وأربع من أربع أو من 4 إلى 6 أشهر للتدريب. يعني أنت متاح فيها يا إما تختار تدرس ماجستير أو تدرس فيها كورسات من طبعا من 4 إلى 6 أشهر، تمام؟ وعلى حسب أنت بتختار المدة والكورس اللي أنت عايز تدرس فيه. بالنسبة للتمويل بتاع المنحة دي، تمويل الصراحة جميل جدا، يعني تمويل مميز وحاجة خرافية. المنحة ممولة بالكامل، هتتكلف لك بتكاليف السفر الدولية، تذكرة ذهاب وإياب لمرة واحدة، تمام؟ لما تروح للمنحة، تروح لبلجيكا، ولما تخلص دراستك في بلجيكا لبلدك برضه هتكون تذكرة السفر عليهم. هيكون في بدل معيشة زي مرتب شهري كده. لدرجة الماجستير هياخدوا 1500 يورو شهريا، طبعا مرتب ما شاء الله كبير جدا، يكفيك ويكفي كل احتياجاتك الشخصية. بالنسبة للناس اللي هتقدم على الدورات أو الكورسات، هيكون بمعدل ثابت 83 يورو في اليوم، تمام؟ يعني انت هتاخد في اليوم 83 يورو لو هتقعد من 8 الى 17 يوم، يعني لو هتقعد في الكورس التدريبي ده من 8 ايام ل 17 يوم هتاخد 83 يورو كل يوم، تمام؟ لو طبعا هتقعد ل 18 يوم الى شهر واحد، لو يعني من 18 يوم لمدة شهر هتاخد 1400 يورو شهريا. لو هتقعد برضو من شهر الى 6 اشهر، كأقصى حد 6 اشهر، هتاخد برضو ال 1400 يورو. يبقى 1400 يورو في حالة من 18 يوم الى 6 اشهر، و 83 يورو يوميا في حالة لو هتقعد 17 يوم الماكسيمم، تمام؟ كمان هيكون في مبلغ قدره 700 يورو، في مبلغ 700 يورو انت هتاخده، ومبلغ تاني 150 يورو زي بدلات كده، بتتسمى بدلات سفر، بدلات عند وصولك لأول مرة. والمبالغ دي طبعا مش تدفع لك على طول، لأول يعني لما توصل هناك هتاخد 700 يورو لمرة واحدة، وال150 يورو لمرة واحدة فقط بالنسبة للماجستير، وكمان الكورسات التدريبية فالاتنين ليهم نفس المبلغ. هيكون في رسوم تأمين مجانا، تأمين هيكون عليهم لقدر الله لو حصل حادث أو مرض او اي شيء، هتكون تكاليف العلاج عليهم.
تخصصات المنحة، المنحة دي بتشمل تخصصات ايه؟ فيها تخصصات كتيرة جدا زي ماجستير في التنمية والبيئة والمجتمعات، ماجستير في حقوق الإنسان، ماجستير في إدارة الموارد المائية. طبعا هتلاقي كل الكورسات بتاعت الماجستير هنا، فتقدر تشوف التخصص اللي انت عايزه. ولو حاليا انت بتدرس تخصص قريب من التخصصات دي ولكن مش نفس التخصصات دي بالظبط، تقدر تقدم عادي، ولكن يجب ان يكون التخصص مشابه الى حد ما مع التخصص اللي هتختاره في المنحة. تمام. بالنسبة للدورات، فيها دورات في حاجات كتيرة او مواضيع مختلفة، زي التدريب في مراقبة وضمان جودة الأدوية، في مثل البحوث الداخلية لتعزيز النظم الصحية، التدريب في نظام المعلومات الجغرافية. يعني بتاخد تدريب في اي كورس من الكورسات دي انت محتاجه، تمام، او شايفه انه هيكون مناسب ليك. شروط التقديم للمنحة دي، عشان تقدم ليها ايه هي الشروط؟ اول حاجة في الشروط انك لازم تكون مواطن من بلد نامي. يعني ايه؟ يعني لازم تكون من ضمن الدول اللي هتبقى موجودة في القائمة دي. انا حاطط لكم هنا قائمة الدول المتاح ليها التقديم، هتضغط على كلمة هنا هيدخلك على الدول المتاح ليها التقديم، يعني تشوف هل دولتك موجودة من ضمن القائمة دي ولا لا. بس معظم الدول العربية موجودة في القائمة المؤهلة للتقديم للمنحة دي. دي طبعا القائمة بتاعت الدول المتاح ليها التقديم، زي الجزائر، زي المغرب، زي مصر، زي العراق، لبنان، هتلاقوا معظم الدول موجودة هنا. فانت بس تتأكد وتشوف هل دولتك موجودة ولا لا. تمام. يبقى ده اول شرط، انك تتأكد من وجود دولتك من الدول المتاح ليها التقديم. ان يكون عمر الطالب المتقدم اقل من 40 عام لبرامج الماستر. يعني لو انت هتقدم للماستر لازم يكون سنك 40 او اقل من 40 سنة، ما ينفعش اكتر. ولو هتقدم لدرجة الدكتوراه، لدرجة الدورات قصدي، هتكون لازم 45 سنة، ده الماكسيمم. تمام. يبقى بالنسبة للناس اللي هتقدم للدورات اقصى حد 45 سنة، والناس اللي هتقدم للماستر اقصى حد هو 40 سنة. تمام. في طبعا وقت بداية التدريب او برنامج الماستر، يجب ان يكون لديك خلفية اكاديمية ذات صلة لتقديم طلب الحصول على الحقل او البرنامج الدراسي اللي انت عايزه. يعني ما تكونش انت مثلا بتدرس طب وهتروح تقدم على برنامج تدريب اقتصاد مثلا، فلازم يكون الى حد ما درجة البكالوريوس بتاعتك كانت في حاجة مشابهة من البرامج اللي انت هتختارها. تمام. مطلوب معرفة باللغة الإنجليزية وليس إلزامي تقديم شهادة لغة. مش هيبقى مطلوب منك تقديم أي شهادة لغة، ولكن يجب أن تكون على معرفة باللغة الإنجليزية. تمام. الأوراق المطلوبة للتقديم، إحنا محتاجين إيه بقى عشان نقدم للمنحة دي؟ أول حاجة محتاج صورة جواز السفر اللي هي صورة الهوية. تمام. تاني حاجة نسخة مصدقة من شهادتك، اللي هي شهادة طبعا التخرج بتاعتك بتاعة البكالوريوس، فأنت لازم تجيب نسخة منها. نسخة مصدقة من كشف الدرجات، كشف الدرجات بتاعك، يعني كشف تفصيلي بكل المواد اللي انت درستها والدرجات اللي انت حصلت عليها في كل مادة والتوتال كان كام. لازم يكون في نسخة من كشف الدرجات. رابع حاجة لازم يكون معاك 2 من خطابات التوصية، ودي سهلة جدا، وهتلاقوا في أعلى الشاشة يظهر لكم دلوقتي رابط الفيديو اللي كنا اتكلمنا فيه ازاي ممكن تعمل خطاب التوصية وخطاب النية، للي ما يعرفش يعني ايه خطاب توصية او خطاب النية. فهنا مطلوب منك 2 من خطابات التوصية، ويكون يعني مثلا من أستاذ جامعي كان عندك، أو صاحب عمل مثلا أنت اشتغلت معاه، أو حاجة زي كده. يعني الموضوع بسيط جدا. مطلوب منك كمان حاجة اسمها شهادة مواطنة. شهادة مواطنة دي سهلة جدا، وهي مش شهادة ميلاد، يعني مش شهادة ميلاد، هي شهادة أنت بتجيبها من أي مؤسسة حكومية موجودة في بلدك، بتثبت فيها مثلا انك يعني معاك الجنسيه بتاعت الدوله دي، مقيم فيها. هم بقى عارفين يعني ازاي هيعملوها ليك، انت بس بتسالهم على حاجه اسمها شهاده مواطنه، وهم بيعملوها ليك في الجهه المسؤوله ببلدك. اخر موعد للتقديم هو 7 فبراير 2020. لسه قدامك وقت طبعا، فمن الافضل انك تبدا من دلوقتي تجمع الاوراق المطلوبه منك وتحضر كل حاجه للمنحه، عشان المنحه دي مهمه جدا وفيها تفاصيل شويه كتيره. كيفية التقديم بقى للمنحة دي، ركز بقى معايا في النقطة دي كويس. في نموذج طلب مجاني، تمام، مش هتدفع فيه أي رسوم، يعني التقديم للمنحة دي مجانا من غير رسوم أبليكيشن ولا أي حاجة. في نموذج طلب أنت هتملاه، وبعد لما تملى النموذج ده وتجيب كل الأوراق دي هتبعتها إلى العنوان ده عن طريق البريد. يبقى المنحة دي مفيش فيها تقديم أونلاين. تمام. لا، هو التقديم عن طريق البريد،
وبتبعته للعنوان ده، ده عنوان المكتب المسؤول في بلجيكا عن قبول طلبات المتقدمين للمنحة الحكومية بتاعت بلجيكا. فانت بعد لما بتملى النموذج اللي احنا هنتكلم عنه بعد شوية وبتحضر كل اوراقك فبترسلها الى هذا العنوان، تمام؟ موضوع بسيط جدا. وهنا انا حاطط لكم اللينك الرسمي او الاعلان الرسمي للمنحه، وهنا ده ابلكيشن التقديم اللي هو النموذج اللي احنا هنملاه. خلينا الاول كده نشوف الاعلان الرسمي شكله ايه. فهتيجي تضغط على اللينك ده هيفتح معاك الصفحه دي، ودي الصفحه الرسميه للمنحه وفيها كل التفاصيل. يعني انت لو عايز تتعرف على اي تفصيله صغيره او كبيره هتلاقيها موجوده في الصفحه دي. طبعا هو موجود بالفرنسي وبالانجليزي مع بعض، كل التفاصيل هتلاقوها مكتوبة هنا تقدر تطلع. هم عاملينها في شكل أسئلة، يعني بيقول لك مثلا المنحة بالنسبة للماستر بتوفر ايه، دي كل التكاليف اللي احنا كنا ذكرناها هم برضو حاطينها هنا. يعني كل حاجة انت عايز تتعرف عليها بشكل أوسع للمنحة هتلاقيها في الصفحة دي. خلينا بقى نشوف نموذج الطلب ده اللي احنا المفروض نقدمه مع الأوراق دي ونبعتها للعنوان ده بيكون ازاي. هتيجي تضغط على كلمة أبلينا أو أقدم الآن. لما نضغط عليها هينزل عندي ملف في شكل وورد، تمام؟ الملف ده طبعا هينزل عندك، يعني من الافضل انك تستخدم الكمبيوتر فيها عشان الملف ينزل يعني بشكل اوضح معاك وتعرف ان انت تصفحه بسهولة وتملى الابليكيشن كويس. فتيجي تفتح الابليكيشن ده هيظهر لك بالشكل ده، ده الصفحة تمام او الابليكيشن الخاص بالتقديم. هو هنا ابلكيشن الخاص بالتقديم ومعاه المعلومات الخاصه بالمنحه برضو، يعني هم ذاكرين المعلومات وكمان فيها ابلكيشن التقديم، تمام؟ ركز بقى معايا، بيقول لك ان هنا من الصفحه الرابعه لحد الصفحه 13 ده ابلكيشن التقديم، والصفحات اللي قبل كده اللي هي من بدايه الصفحه 1 لحد الصفحه 4 ومن بعد الصفحه 13 دي كلها شروحات للمنحه، ولكن الاوراق المطلوب منك تملاها من الصفحه من بدايه الصفحه 4 لحد الصفحه 13. وبيقول لك لازم تملاها طبعا بالكمبيوتر باستخدام الكمبيوتر، وفي ورقه في الاخر تمام اللي هي انك بتوافق على شروط المنحه ودي بتمضي عليها بخط ايدك، تمام؟ وده العنوان اللي انت بتبعت عليه النموذج والمستندات المطلوبه منك. تعال بقى نتعرف ازاي البيانات او ايه البيانات المطلوبه منك. اول حاجه مطلوب منك المعلومات الرسميه عنك زي اي منحه، بيطلب منك الاول بيرسونال ديتيلز، تكتب الجندر بتاعك، اسمك، اسم العائله، بتكتب الحاله الاجتماعيه بتاعتك، تكتب كل التفاصيل، بتكتب عناوين الاتصال بيك او ازاي ممكن يقدروا يتواصلوا معاك، بتكتب لو هنا الامرجنسي كونتاكت بيرسون، يعني في حاله مثلا هم ما قدروش يوصلوا للعنوان او البيانات اللي انت كتبتها فوق ممكن يقدروا يتواصلوا مع مين، ممكن تكتب مثلا تفاصيل والدك او والدتك. هنا بيقول لك اختار الكورس اللي انت عايز تدرس فيه، الكورس اللي انت عايز تبدا الدراسه فيه بالنسبه لدرجه الماستر او بالنسبه للدوره التدريبيه، فبتكتب اسم الكورس هنا. طبعا بترجع زي ما كنا وضحنا، بترجع تاني هنا وبتختار التخصص اللي انت عايزه وبترجع بتكتبه في الخانه دي، تمام؟ سواء دوره تدريبيه او درجه الماستر. هنا بيقول لك انت ازاي يعني سمعت عن المنحه دي، تقول مثلا انا سمعت عنها من السفاره، من صديق، عن طريق اليوتيوب، تكتب انت سمعت عنها ازاي. هنا بتحط صوره شخصيه ليك، تمام؟ في الجزء ده هنا بترفقها. هنا بيقول لك اختار تخصص مناسب او يتشابه مع التخصص اللي انت كتبته هنا، يعني انت كتبت هنا تخصص معين مثلا في مجال الاغذيه، يبقى تختار تخصص من التخصصات دي يكون متناسب او قريب مع التخصص اللي انت اخترته، وتعمل قدام المربع ده هنا علامه صح انك عايز التخصص ده، وما ينفعش تختار اكتر من واحد، هو تخصص واحد فقط هو اللي لازم تختاره. هنا بيجيب لك البيانات تاني، بيقول لك لازم تكتب البيرسونال ديتيلز بتاعتك مره تانيه، وتكتب سنك، وبيقول لك لازم تكون 40 سنه للبكالوريوس للماجستير مش اقصى من كده، و45 سنه بحد اقصى للدورات. هنا بيقول لك تاني مره تانيه الامرجنسي كونتاكت او معلومات الشخص اللي انت ممكن تخليهم يتواصلوا معاه في حاله اذا تعذر الاتصال بيك في العناوين اللي فوق، زي ما قلنا ممكن تكتب والدك او والدتك او صديق ليك. هنا بقى معلومات الخاصة بالمدرسة الثانوية بتاعتك، درست فين، يعني كانت درجتك كام، كل الكلام ده بتحطه هنا للمدرسة الثانوية بتاعتك.
هنا بتحط للتعليم العالي بتاعك المرحلة الجامعية أو درجة البكالوريوس، بتحط السنة اللي أنت درست فيها من إمتى لإمتى، بتحط اللي اتخرجت إمتى، تمام، بتحط اسم الجامعة اللي أنت درست فيها، المؤسسة اللي أنت درست فيها، بتحط الدرجة الكلية بتاعتك، تمام، في الخانات دي. وطبعا بيقول لك لو أنت عايز تضيف خانات تانية ممكن تقدر عادي، يعني لو انت يعني اخد كورسات اكتر، او مثلا معاك بكالوريوس مرة تانية، او معاك دبلومة، او كل الكلام ده، تقدر تضيف كذا خانة يعني. هنا بيقول لك تكتب الدرجة بتاعتك، في طبعا هنا بيتكلم عن مرحلة البكالوريوس، تمام، فانت تكتب الدرجة بتاعتك هنا. هما في بلجيكا بيمشوا بحاجة اسمها الساعات المعتمدة، اللي هي مثلا 180 كريدت اورز، مثلا 140 كريدت اورز وهكذا. فانت بتكتب انت الساعات اللي انت قضيتها، لو الكليه بتاعتك مش بتمشي بنظام الساعات المعتمده طبعا بتسيب الخانه دي فاضيه، لو الكليه بتاعتك بتمشي بنظام الساعات المعتمده اللي هو الجي بي اي، بتحط انت خلصت كام ساعه بالظبط وهكذا يعني. ولو خدت بكالوري ولو خدت ماجستير وعايز تدرس ماجستير مره تانية، بتكتب برضو الدرجه اللي انت كنت حصلت عليها في الماجستير اللي فات. طيب هنا بيكلمك عن اي دورات او اي كورسات انت خدتها، يعني لو حضرت تدريب معين، او حضرت سيمينارز، او حضرت ايفنتس، او حضرت اي حاجة، اي حاجات انت خدتها او حضرتها. بتكتب هنا التاريخ، بتكتب اسم المؤسسة اللي انت حضرت معاها، وكل البيانات دي بتحطها هنا. برضو هنا نفس النظام بيقول لك هل انت استلمت منحة سابقا، يعني درست في منحة قبل كده او استلمت منحة، بتكتب يس او نو على حسب. ولو كتبت اخترت يس، يبقى تكتب بيانات المنحة اللي انت كنت اخدتها سابقا. بيقول لك هل قدمت طبعا لمنحة سابقا، يعني السؤال بيتكرر تاني، هل قدمت المنحة سابقا، بتختار يس او نو. ولو اخترت يس انك قدمت المنحة، تذكر تفاصيل المنحة اللي انت كنت قدمت لها، وفي اي دولة، وكل بيانات عنها. هنا البيرسونال اكسبيرينس، بروفيشنال اكسبيرينس، اللي هي يعني الوظيفة او مجالات الخبرة بتاعتك او العمل بتاعك، يعني انت اشتغلت في ايه سابقا، اتدربت في ايه، تمام، كل البيانات دي. وخلي بالك في نقطة مهمة جدا انا برضو قرأتها، ان ما ينفعش انك تحط تدريب هنا كشغل انت اشتغلته، هو طالبين شغل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، ولكن تداريب او مثلا يعني كورسات معينة او كده، لا ما ينفعش تحطها هنا، دي تتحط فوق في الجزء اللي احنا كنا اتكلمنا عليه هنا في السيمينارز والكورسز وكل الكلام ده، انما هنا تكتب الخبره في المجال يعني العمل بتاعك. بيقول لك تكتب الوظيفه الحاليه بتاعتك، انت دلوقتي شغال ايه، او لسه مخلص دراسه مثلا او ايه، تكتب كل البيانات دي، تمام، وبترفقها هنا. موضوع بسيط جدا. هنا مطلوب منك قدرتك في اللغه الانجليزيه، بيقول لك حدد قدرتك في اللغه الانجليزيه. وهنا بيقول لك في اللغة الفرنسية، هل بتعرف اللغة الفرنسية ولا لا؟ فعشان تحدد قدرتك فيها، مثلا لو انت بتقول ماذر تانج، يعني لغتك الام او نيتف فيها، بتكتب ام تي بس اختصار. لو انت ممتاز فيها بتكتب فيري جود، مثلا في جي مثلا، بتحط في الخانات دي الاختصارات دي بتدل على مستواك في اللغة. وطبعا بيقول لك لو معاك اللغة الفرنسية حاجة ممتازة جدا، عشان طبعا في بلجيكا هم بيستخدموا اللغة الفرنسية. بيسألك مرة تانية بيقول لك ازاي اتعرفت على المنحة دي، فطبعا بتختار انت عرفت على المنحة دي ازاي، بتحط قدام علامة صح في المربع ده. هنا بيقول لك بقى مطلوب منك زي الموتيفيشنز، مقالات بتكتبها، بيقول لك ليه انت عايز تنضم للمنحة دي، او عايز تنضم للكورس ده، وازاي الكورس ده هيفيدك، تكتب المقال هنا في الجزء ده كله. هنا سؤال تاني بيقول لك المنحة دي لما انت تخلصها وترجع لبلدك هتفيدك بإيه، يعني انضمامك للمنحة هيفيد بلدك ازاي. بتكتب برضو المقال ده وبتجاوب على السؤال ده في الجزء ده. هنا ده اللي هو بقى خلاص، بيقول لك يعني انت خلاص مليت كل البيانات، وتكتب انك موافق على كل البيانات دي، وتيجي تحت هنا تكتب التاريخ اللي انت مليت فيه كل البيانات دي، وتكتب التوقيع بتاعك، وتكتب السيجنيتشر، تمام، وتحط البيانات دي بخط ايدك، ركز في الجزء ده كويس، بخط ايدك مش عن طريق الكمبيوتر، تمام. طيب احنا كده وصلنا للصفحة رقم 13، اللي هي المفروض احنا قلنا ابلكيشن التقديم من الصفحة 4 للصفحة 13. في الاخر بقى في الجزء الاخير هنا بيقول لك ايه، بيقول لك الاوراق او المستندات اللي هي مطلوبة منك. طبعا احنا كنا وضحناها هنا، المستندات المطلوبة منك اهي،
ولكن هو بيذكرها لك مرة تانية وبيقول لك دي المستندات المطلوبة منك. ولكن بقى من ضمن المستندات المطلوبة في حاجة مهمة جدا، بيقول لك مطلوب منك زي شهادة كده تثبت إن لديك خبرة في العمل. يعني إيه؟ يعني من سنة 2015 لحد سنة 2020 يعني انت كنت شغال مثلا شغل معين، شغل مدفوع الاجر غير مدفوع الاجر، تمام، مش تدريب، شغل لمدة سنتين على الاقل، تمام. يعني طبعا هو بيقول لك لازم تكون من ال5 سنين فاتوا، يعني من بداية 2015 لحد 2020. لو انت لديك خبرة سابقة في العمل قبل 2015 مش محسوبة، كل الخبرة في العمل اللي المفروض تتحسب هي من بعد 2015. فلازم يكون لديك سنتين على الأقل خبرة في العمل في الفترة ما بين 2015 لحد 2020. وباقي طبعا الأوراق احنا وضحناها بالتفصيل واتكلمنا عنها وشرحناها باللغة العربية. طبعا بيقول لك في أوراق إضافية لو انت حابب تضيفها، زي لو معاك مثلا أوراق بتثبت انك أخدت كورسات معينة او ممتاز مثلا في اللغة الفرنسية، او مثلا انت نشرت أبحاث قبل كده، يعني اي حاجات إضافية خارج المجال الأكاديمي هتكون طبعا مدعمة أو مدعمة لطلبك، تمام. طبعا بيقول لك، بيعيد تاني عليك، بيقول لك لازم تتأكد إن دي الأوراق الإلزامية اللي مطلوبة منك، تمام، وتكتب يس أو نو إن أنت موافق على البيانات والتفاصيل دي كلها. خلاص، دي كده كل التفاصيل عن المنحة، وأنا شرحتها بالكامل من غير ما أسيب أي حاجة عشان يبقى كل شيء واضح يعني قدامكم وكده، عشان لما تيجي تملى المنحة تكون فاهم كل البيانات المطلوبة منك وكل الشروط وكل المتطلبات، تمام. طبعا لازم تقرأ التخصصات كويس وتشوف التخصص اللي انت عايزه، اي تخصص، ويكون مشابه لتخصص انت درسته في درجة البكالوريوس. اتمنى يا رب تكون المنحة دي مفيدة ليكم، وان شاء الله موفقين ومقبولين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.